خبر مؤسف جدا، وهو حفرة في ملعب مختار التتش تتسبب في إصابة جديدة لمروان محسن. جاله التواء في الكاحل سبرين أنكل مروان محسن، حفرة في الملعب رجليه نزلت فيها. ربنا يعني إن شاء الله يشفيه، قدر ربنا سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر. احنا عارفين مروان رجع بعد إصابة طويلة جدا بالرباط الصليبي مع منتخب مصر، كانت صافية مع منتخب مصر في الجابون كأس الأمم، قعد سنة تقريبا لما رجع في شهر 12. إصابة جديدة بس إن شاء الله دي إصابة يتعافى منها سريعا ويرجع مروان محسن واحد من أفضل المهاجمين اللي موجودين في النادي الأهلي وفي مصر.